فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: جدتي مقيمة في غير هذه البلاد، وهي تستطيع أن تحج ببدنها ولكنها لا تستطيع بالمال، فهل يصح أن أحج عنها؟ نعم. جدتي مقيمة في غير هذه البلاد، وهي تستطيع أن تحج ببدنها لكنها لا تستطيع بالمال، فهل يصح أن أحج عنها؟ ما عليها حج، اللي ما تستطيع بالمال ما عليها حج، فلله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هي ما عليها حج يا أخي. نعم.